ازاي نمسح السجل في متصفح مايكروسوفت ايدج؟ هي تقريبا نفس الخطوات اللي عملناها في متصفح جوجل كروم واحنا بنمسح السجل، مع وجود كام اختلاف بسيط في الخطوات. طبعا هنفتح المتصفح وهنيجي من نقط الخيارات وهنختار المحفوظات. هيطلع لنا السجل بتاع التصفح اللي عملناه زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي من نقط الخيارات بتاعة السجل او المحفوظات دي وهنختار مسح بيانات الاستعراض. هتطلع النافذة دي، هنحدد برضو الخيارات اللي عايزين نمسحها. انا همسح السجل بس، فهختار محفوظات الاستعراض، وهنحدد النطاق الزمني طوال الوقت لو عايزين نمسح كله، ونضغط مسح الآن. بس كده هنلاقي السجل اتمسح زي ما انتوا شايفين، وهو ده الموضوع بكل اختصار.